عندوش الدراهم وما يقدرش يعطي لك يلقطك مريم. عشان ما عندوش الدراهم. يعدي وش ايه وش ها الحفيف؟ ها شوف الحفيف باش يروح الحفيف وكذا اي حفلو باطل. انا نعطي له، انا نعطي له، انا نعطي له، انا نعطي له، ميحه انا نعطي له باش يحفف مسيبه. لا لا استني استني انا نعطي. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتكم قناه لوندا دي زد. صح فطوركم، صح رمضانكم، يومكم المبارك سعيد. اليوم في فيديو جديد، نقاش حول موضوع مهم جدا على واحد الظاهرة غريبة عجيبة. لما تشوفوا هذاك الفيديو، تشوفوا هذوك الفيديوهات عفوا اللي قاعدين ينزلوا ويبارطاجيوهم وقاعدين يشاهدوهم، حتى احنا نشاهدوهم كرها وشفقة على هؤلاء الضحايا اللي قاعدين، يعني ناس ينزلوا في هذوك الفيديوهات ويسجلوا قبل ما ينزلوا هذوك الفيديوهات مع ناس ضحايا اللي هما سواء أمراض عقليا، سواء عندهم مرض عقلي، سواء يعني أزمات حادة نفسانية عقلية ذهنية، أمراض يعني من هذا النوع. يعني الناس اللي لا حول ولا قوة، يعني الضحايا هم الناس اللي رفع عنهم القلم، الناس اللي غير عاقلين، غير يعني مستوعبين، اللي ماشي بكل قواهم العقلية اللي راهم يهضروا. فقط هم مساكن هذو الضحايا اللي يجيبوهم يصوروهم ويديروا لهم فيديو ويسجلوه ومن بعد يبعثوه ومن بعد البارطاج، ويقول لك هذو ناس راهم محبوبين ويحبوهم الغاشي ويعاونوهم ويشروا لهم وكل شيء، وهما غير يسجلوهم ويربحوا من وراهم اصحاب الصفحات الفيسبوكيه والتيك توكيه وكما ذلك شابه. فهما راهم يجيبوا منهم وينالوا منهم الاموال، ربما اقول كاين اللي يربحوا من ظهر هذ الاشخاص مساكن. اسكو فو زات داكور كو واحد يجيب واحد مهبول ولا مجنون ولا باغ اكزومبل اوتيست، ولا واحد يكون تريزومي، ولا واحد يكون يعني مختل ذهنيا مجنون، يجيب واحد المجنونه في الشارع مسكينه عندها قصه صدمه عقليه، يعني ان شوك مغال، وعندها حكايه كبيره في حياتها وقصه مشوكيه ومتشرده في الشوارع وكل شيء، يجيبوها وفيلموها وهي ما تقدرش تقول لهم اه ولا لا لا، بوسك ما هيش قادره على اتخاذ القرار، فيسجلوها ومن بعد هي تهدر مسكينه ويضحكوا معاها ويضحكوا عليها ويضحكوا عليها العالم وهي تضحك معاهم بنيتها. دونك هما الاضحوكه. فاش من هو المجنون هنا؟ المجنون هو هؤلاء الذي يصور ويعني يسجل ويبارطاجي، هؤلاء الذين يستغلون الناس مساكن اللي نقدر نقولوا فقراء ولا زوا، ولا نقول لهم هاكو دراهم وهضروا ويعجبوا بهم ويشوهوا صورتهم، وايضا يعني يشوفوا فيهم العالم اللي ما يعرفهم شي واللي يعرفهم. وهذوك الناس اللي في الزناقي مساكن بملابس ربما متسخه وما يكونوش اون بون ايتا، يعني فهم يستغلوا نقطه الضعف نتاع هذو الاشخاص اللي نسميهم الضحايا، ويديروهم يديروا بهم البيز ويطيروا ويجبدوا بهم ويربحوا منهم من خلال هذه الفيديوهات، يربحوا المشاهدات، يعني لي فيو المشاهدات، ويربحوا الناس اللي يبقاو الناس يقولوا لهم كمخدر، يبقاو يشوفوا الناس يشاهدوا وما يتفيقيش حتى تلقى روحك انتيا تضحكي معاهم. ف ويقول لهم يعني دائما يجيبوا هذاك الشخص المسكين ويعجبوا به. نخليكم تشوفوا الصور الحيه بين عينيكم، وما عليكم الا التعليق، و يعني خليكم الكلمه لكم. نروحوا دوكا مع هذا الفيديو اللي هذه اسمها خيرون. شوفوا كيفاش يعني عجب بها هذا صاحب الفيديو، صاحب هذا الصفحه. نخليكم تشوفوا قولي على كيف ياكل رمضان يا سلام. لا ما تاكلش رمضان. تاكلي رمضان خير؟ صوم يا خاطر. لا شو تصوم خيرة؟ هاك صايمة من يوم خير؟ شنو؟ مالك؟ شريم؟ حنا وما ناس صايمين كيف؟ صلى ربك خير. صومي هرزي ما تزعقيش. كي كبيرة خيرة. تاكل هيك مور دروب. سمعي. لا مور الأدان كولي الأكلة بكيف. روحي. لا هي تاكل مع السلامة. سمحتي؟ تضرب غرة ثانية. لا هي بروحها هذو راهي نايضة، هذوك نايضة. هذو انا نايضة. عمرك هي على الجوع. صومي خيرة. ايوا ما تزعقيش انا كبار. حابة تزوجي؟ مشي قلتي لي مور العيد غادي يجي. في العيد. يجي مور العيد. اه هذا هو خيرة؟ انت اللي يتحبس عليك؟ هو خير.
فوالا بعد ما شاهدتوا هذا الفيديو نتاع خيرون مسكينه، تبان مسكينه الله غالب، خلات هذا مول الحانوت ربما وتتعلق فيه، خلاها هذا مول الحانوت اللي تروح مسكينه لعندو جو سي با، قالوا لها بزاف لي كومونتير راهي تعلقت بهذا الشخص مسكينه، وربما ولات تتخيل انه راح يخطبها ولا راح يتزوج بها، وهي باينه بلي كبيره في السن في العمر ولي افونسي في لاج، وهو يكون فقط شاب وراه يستغل فيها من يعني يدخلها في لي سونتيمون من نقطه الضعف نتاعها ويستغلها، هي تهدر في الفيديو مسكينه بنيتها وهو راه يعني باش هي تثق فيه يعني يربح الكونفيونس نتاعها ويسجل معها فيديو، وهو من خلال الفيديو راه يعني عنده الفايده، وهي مسكينه ما عليها غير يعني تتشهر ويعني تمشي لي فيديو تاعها يمشوا بارتو وفوالا، دونك سا سي فريمون سي تريست فوالا. ونخليكم تشوفوا فيديو اخر لوحده المخلوقه يعطولها سميره من الجي، يقول لك محبوبه معروفه مشهوره لي كونو اي تو، مي مالوغوزمون مسكينه شفت كيفاش يعني من اجل المال يعطوها شويه دراهم يعطوا لها عفايس هكا هكذا، وصح يبانوا يحبوها اي تو بصح يفو با يستغلوا الناس بهذه الطريقه وهذا الدرجه، هي ربما يعجبها الحال وتقدر ما تعرف يا ديفوندي وشغل كي تشوفيها هكذا تقول يا جايبه خبر، مي با دو تو باسكو الانسان اللي يدير روحو في باس تو يعني باس بارتو راكم فاهميني، دونك جو بونس كو الانسان ماهوش واعي فيما فيه الكفايه و فوالا، دونك لما يشيعوه ويحس بهذيك النوع تاع الشهره والاخر يحس راه تحس راه سايسيو ستار اي تو، مي ان فغي سي جوست راهم يسجلوا فيها ويربحوا من خلال الفيديوهات نتاعها ويديروا بوز ويجيبوا المشاهدات. شوفوا معايا تزوجنا ها انا في صالة العفو رانا في صالة العفو مع يوسف اللي نموت عليه، انا تزوجة خلاص انا مزوجة مع حنون يوسف وواحد ما يديني دقيقة مع حنون يوسف نموت عليك ونقول لك داي 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 مع يوسف خلاص تزوجنا خلاص بدنا اليوم العفو اليوم وحدة ما تديه من عندي هيا خلاص نموت على حنون هيا خلاص نعطيك فرصة اذا قبل بيبي بيبي ما لا ما بيبي يا ماما وبيان سور صدفة صدفة جاني كنت نشوف هكا عفايس هكا صدفة جاتني فيديو طاحت عيني واحد الفيديو دخلات وحدة مسكينة شغل تشتغل الموسيقى وعندما عند الحفاف تاع رجال في الجزائر وي ومسكينه بنا ما باينه باللي مخطوفه باينه باللي رفع عنها القلم وقاعده تشطحي تو هما يصفقوا لها والاخر وفانا نخليكم تشوفوا معنا الفيديو في الاخير ما عليكم الا تخلوني تعليق واش رايكم في هذا الفيديوهات وهذا ظاهره وكيفاش يعني نقدروا نعالجوها وفوالا اسكو نتوما تستغربوا ولا تجيكم حاجه عاديه من هو الظالم ومن هو المظلوم، هل هناك ظالم او مظلوم؟ نحب نعرف رايكم ماذا بكم، لاخاطش انا استغربت من هذا الظاهره اللي راهي تكبر، هذه ظاهره راهي تزيد راهي تنتشر علامه استفهام اكيد دونك لازم نعالجوا هذا لازم نحموا هذا الضحايا اللي هما ناس رفع عنهم القلم نقدر نقولوا انسان اللي ما يتحاسبش ربي ما يحاسبوش انسان الضعيف اين هو القانون الذي يحمي من كل هذا اين هي الانسانيه وراهم الناس اللي اصحاب العقل وراهم الناس اللي مثقفين وراهم الناس اللي فاهمين وراهم الناس اللي يدافعوا على حقوق الانسان نورمالمون الانسان اللي يكون نظن باللي رانا في واحد العالم او في واحد الزمان اللي هذا ما راح له في هذا يعني الانسان اللي مراهم فاميليتهم هذو الناس انا فقط نخمم نقول اسكو عندهم من فامي اسكو عندهم عائله كيفاش خليهم طايشين هكا ونصوروا فيهم ورا كرامه الانسان حتى واذا انسان كان معوق ذهنيا او مجنون او يعني عنده اختلال ذهني فوراهم الاقرباء نتاعو وراهم لي بروش نتاعو شكون لي ديفوندي عليه من غير يعني الحمل ما يخنز يرفدوهم عليه هذا واش يقولوا المثل والمثل الشعبي ناس زمان قالوا خلاو دونك وراهم ماليهم
سينو انا ما فهمتش كيفاش راهي الدنيا تجري، كيفاش انا راني حيره، ما نكذبش عليكم راني حيره. ظاهره راهي غير تكبر وتزيد، ورانا نقولوا ناقضه ناقوس الخطر. ان شاء الله الناس يروحوا لاصحاب هذو الناس اللي راهم يرفدوا الكاميرات وراهم يسجلوا ويحبسوهم، ولا قانون يعني اللي يحمي يشوفوا كيفاش يرفعوا الشكوى ويتقدموا بشكوى طلب شكوى. وفوالا دونك ربي يهدينا ويهدي الجميع. وفوالا وهذه هي نورمالمون اللي حاب يصدق ولا يتستر ولا يستر على انسان يكون يعني الله غالب عليه. كل شيء في السترة، وماشي باش يشيع به ولا باش يعني يتشهر به ويدير البوز به ويربح. هما ماشي هما راهم يعاونوا فيه، هما في الفيديو لما نشوفوا نشوفوا بلي هاد الناس هما راهم يعاونوا فيها وراهي محبوبه، وهذيك العاطفه فقط داخلينها في لي سونتيمون يعني بوين فابل يعني نقطه ضعف باش الانسان هذاك يثق فيهم ويعني يحبهم ويقول لهم يحبوني باش يعني يربحوا الثقه تاعو. و بيان سور كي سجلوه هما باش يديروا البز، حاجه اللي تكون فريمون شغل بيزار، حاجه اللي تكون الناس تبغي تشوف هكا صوالح تستغرب، وكيوريوز الناس كيوريوز وتديها الفضول يعني تقول كل شويه تقول شنو هذا، راح نزيدو نشوفو اللقطه الماجيه وهي رايحه حتى لا سويت نتابعو حتى نشوفو النهايه. فهما يستقطبوا المشاهد ويعرفوا كيفاش يستغلوه. فوالا دونك واش نقول انا، نقول ربي يهدي المخلق. هذيك الضحيه اللي راهم يسجلوا صوروا فيها عقل نتاعها ما راهش واعي فيما فيه الكفايه، ماهيش تاخذ القرار، وما راهمش اصلا يدوموندو لوتوريزاسيون نتاعها اسكو صوروها ولا لا لا. وفوالا دونك ماهيش عارفه بلي هما يخلصوا من وراها، ماهيش عارفه كامل هذوك الصوالح اللي جو من بعد، دونك راهي بنيتها. فهما اكيد تبان لك في الفيديو انه هما راهم يعاونوا فيها، يدوا لها دراهم، يدوا لها ريستورون تاكل، ربما يدوا لها الهرس وشهروا بها ويقولوا عجبتينا ومنا، مي هما اللي راهم يستغلوا فيها بصح، هما اللي راهم يدوا دراهم ويدوا الشهره ويديروا البز ويجيبوا المشاهدات وتطلع القناه نتاعهم. دونك حنا واش نقول، كلمه الاخرى نقول ربي يهدي الجميع وان شاء الله الناس تفيق. وهذه هي فقط، اللهم اشهد فاني بلغت. هذا ما كان ان شاء الله باش نوعوا الناس. فانا هذا هو الحاجه اللي حبيت يعني باش نعالجوا هذه الظاهره. انا نظن باللي لازم التوعيه دو بوش الوغي، يعني احنا نهضروا والناس تسمع والناس تتمعن تفهم تركز معنا وتحاول انها تعالج هذه القضيه بطريقه يعني منطقيه، لانه هذا الشيء اللي نشوفوه راهوش منطقي، سي با لوجيك، سي انورمال، سي بيزار. دونك لازم الناس توقف مع روحها، وكان شويه الغاشي نحسوا باللي فيه ناس واعيه، ما تكونوش جمون فوتيست، يعني جمون فوتيزم هذا راه بزاف، يعني الناس اللي يقول لك اه لاس طومبي مهبول ايتو، مي مهبول هذا راه انسان، راه انسان لازم نحمو حقوق الانسان. دونك فوالا ما عليا غير راني وصلت الرساله ان شاء الله. نقول لكم فقط لازم تحموا هذا الفئه من البشر وما تخليهمش عرضه للذئاب البشريه والناس اللي حبوا يستغلوهم. فوالا دونك الا تشوفوا واحد يصور واحد مهبول سيو كيفاش توعوا هذاك الانسان، ربما مش في عقله، ربما ماهوش جايب خبر، ربما فوالا تحسوا كيفاش توعوا هذاك الانسان وتوروا له وتنصحوه. وعندكم حسنة وأجركم على الله وجزانا وجزاكم الله خيرا. رمضان كريم وصحة فطوركم، وسمحوا لنا، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر. كنتم في قناة لوندا دي زد. هذا الفيديو عملته فقط للتذكير، فقط هذا الفيديو للتذكير، عملته فقط للتوعية. خلوا لي في الكومنتر أراءكم، رأيكم يهمنا، وما تنسوناش من جميل لايكاتكم، وإلى اللقاء.